أهلا بيك. عانيت كتير من دفع الفواتير، عايز ترشد استهلاك الطاقة، عايز تفيد كشخص أو كجهة من ترشيد استهلاك الطاقة وتبقى ماشي مع الأكواد العالمية والستاندرد العالمي في ترشيد استهلاك الطاقة، أهلا بيك في رحلة ترشيد استهلاك الطاقة. أهلا بيك في رحلة نظم إدارة الطاقة. ناس كتير جدا بتتعامل مع الأجهزة، بتتعامل مع المعدات من وجهة النظر الخاصة بالاستهلاك والكهرباء فقط. عشان تبدأ تدرس هذه الأجهزة والمعدات من وجهة نظر إدارة الطاقة، ده هيوفر عليك فلوس كتير جدا، وهيبقى له مردود عالي جدا في تقليل نسبة الكربون العالمية، وده كل الناس دلوقتي بتطمح له وبيبقى له تقييم في ان انت يكون المبنى بتاعك يخضع لأنظمة إدارة الطاقة. عشان توفر لازم تمشي معايا في رحلة إدارة الطاقة. رحلة إدارة الطاقة هنبدأ نتعرف على يعني ايه طاقة وايه هي مصادر الطاقة المختلفة اللي بنبدأ نتعامل معاها. هنبدأ ناخد البيزكس انرجي، ايه هي اساسيات الطاقة اللي المفروض نفهمها عشان نبدأ نتعامل التعامل الصحيح مع إدارة الطاقة، وده كله هيكون بناء على المعايير والمقاييس والأكواد العالمية بالتفصيل. هنبدأ نتعرف على المباني الخضراء أو الجرين بيلدينجز، هنبدأ نشوف إيه هي سياسات الاستدامة، وده موضوع مهم جدا في العالم كله حاليا. واحدة واحدة هنبدأ نتعرف على الأنظمة الكهربائية بالتفصيل. من الحاجات المهمة جدا اللي هندرسها في الكهرباء الموتورز أو المحركات، وهنبدأ نشتغل بما إن إحنا فهمنا الموتورز وفهمنا كمان المتحكمات في المحركات، نقدر كمان نشتغل على المضخات البامبس بالتفصيل، ونبدأ ندرس المراوح الفانز، وده هيبقى سيكشن مهم جدا في ترشيد استهلاك الطاقة وفي إدارة نظم الطاقة، بإن أنا درست أهم مكون في أنظمة إدارة الطاقة وهو المحركات وأنظمة التحكم في هذه المحركات. بعدين هنبدأ نروح على سيكشن تاني واللي هو سيكشن الإضاءة، وده تأثيره مهم وفعال في إدارة الطاقة. لازم تعرف إن ترشيد استهلاك الطاقة في أنظمة الإضاءة في أنظمة كتيرة جدا ونظم تحكم عالية جدا موجودة حاليا ممكن توفر عليك فلوس كتير جدا. وبعدين هنبدأ نعرف ازاي نعمل اوديتنج لللايتنج، وازاي نعمل تحكم في هذه الأنظمة، وهنشوف كمية الوفر اللي هتطلع عندي من استخدام كشافات زي كشافات الليد وأنظمة تحكم مختلفة في أنظمة الإضاءة، وازاي بتوفر عليا فلوس كتيرة جدا لو أنا فاهم ازاي بتعامل مع هذه الأنظمة. هنبدأ نشتغل على أتمتة المباني الأوتوميشن، وندرس جزء كبير جدا عن البيلدينج مانجمنت سيستم أو البي ام اس، وإزاي بيتم التحكم في المبنى، وكمان دلوقتي بندخل الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس في إدارة الطاقة، وليه دور كبير جدا في توفير طاقة بدرجة كبيرة في المباني القائمة أو المباني اللي لسه بنعمل لها ديزاين جديد وندخل فيها المعدات. وإحنا ماشيين في رحلة إدارة الطاقة دايما بنتعرف على معدات وأجهزة وكشافات وأنواع مختلفة من مصادر الطاقة اللي بنستخدمها في المشاريع، بس من وجهة نظر الانرجي افيشنسي أو كفاءة الطاقة. كمان هنبدأ ندرس جزء كبير عن الرينيوبل انرجي أو الطاقات المتجددة والديستريبيوتد جنريتورز المولدات الموزعة بالتفصيل، وإيه دور الرينيوبل انرجي في ترشيد استهلاك الطاقة، وإن هي بتكون مصدر نظيف للطاقة، بيعمل لي كربون ريدكشن، بيقلل لي نسبة الكربون. بعد ما ولدنا هذه الطاقة هناخد جزء كبير عن أنظمة التخزين في الطاقة الكهربية أو الستورج سيستم، وبعدين بننتقل نتعرف ايه هي انواع الاوديتنج او الانرجي اوديتنج المستخدمه في المشاريع، وايه هي التولز اللي احنا بنستخدمها في تدقيق وقياس اداء الطاقه، وازاي نبدا نعمل بيرفورمانس فيريفيكيشن او التحقق من اداء هذه المعدات.
بنشتغل بتفصيل في الأنظمة الميكانيكية بصفة عامة ودور إدارة الطاقة في تحسين أداء هذه الأنظمة، وإن أنا شغلها بأقل باور ممكن وبالتالي بحصل على أكبر وفر ممكن. هندرس بالتفصيل أنظمة الـ HVAC المختلفة وإزاي الدور الكبير للمكيفات وأنظمة التكييف والتبريد والتدفئة في إن هي توفر طاقة، وبالذات في الدول الحارة لأن معظم الحمل بيكون حمل مكيفات، وإزاي نعرف الطرق المختلفة لتوفير الطاقة في أنظمة المكيفات وإيه هي المكيفات الموفرة للطاقة، وهندرس كذا كيس ستادي في هذا الموضوع. هندرس كمان جزء البيلدينج انفلوب أو غلاف المبنى، غلاف المبنى ده مهم جدا، وإزاي من توجيه المبنى واستخدام مواد عزلة نقدر نوفر طاقة في المبنى، لأننا بنقلل المفروض كمية اختراق أشعة الشمس داخل المبنى، وبالتالي بيقل التكييف اللي احنا عايزينه، وبالتالي الكونسامشن او الاستهلاك الكهربي بيقل، ده بيبقى له مردود ان انت توفر طاقة وبالتالي بتوفر فلوس. احنا وماشيين في رحلة ادارة الطاقة بنتعلم ايه هي مهارات تمام تدقيق الطاقة، وايه هي مهارات ادارة الطاقة، لان الانرجي مانجمنت ليها سكيلز كتيرة جدا، ان شاء الله خلال رحلتنا هنبدأ نتعرف عليها بالتفصيل. ايه هي انظمة كفاءة الطاقة في المشاريع القائمة؟ هنبدأ ندرس كل نظام في انظمة المشاريع من وجهة نظر ادارة الطاقة، وازاي ممكن نحول النظام القديم الى نظام موفر للطاقة، وكمان بنقدر نحول المباني القائمة الى مباني موفرة للطاقة، وازاي بنطبق هذا الفكر، فكر ادارة الطاقة في التصميمات الجديدة او المباني الجديدة. إن شاء الله في رحلة إدارة الطاقة من خلال هذه الرحلة هتفهم حاجات كتيرة جدا، هتوفر عليك فلوس كتيرة جدا، فأنت هتستمتع في رحلة إدارة الطاقة بمعلومات كتير جدا عن توفير وترشيد استهلاك الطاقة. يلا بينا نبدأ رحلة إدارة الطاقة.